يا اللي هبلتني روحي البوبونة تاعي حرقتني مخي 30 سنة وانا صابر لك. ماشي انا اللي حابس على خطر المشاكل اللي عندي، هما اللي حبسوني 10 سنين وانا عند الطبيب نتبع عنده. وكي نتفكر المشاكل اللي عندي مع المرأة، واحد يقول نتزوج باش نريح وانا عامين معها في المشاكل، وتلت سنين زيديهم تاع البحوث. إما لا على هذه أنا حبيت باش ما نزيد نتلاقى حتى بواحد بعد كامل على جدهم. خلي الواحد على الأقل يروح 30,000 سنة للفتير. أواه لازم أموا نقعد مدة هكذا باش نتعرف عليهم، نتعرف على عقليتهم وكيفاش يعيشوا وكيفاش يفكروا. مرتي تقدر تستنى يا أخي، المهم أنا نجيها قبل العيد. مرتي العزيزة، جا النهار اللي تكوني فيه فخورة بيا، مسعود نجح ووفى بوعده. أنا راني رايح لونترونتميل، وشنو مانيش راح نبطى، راح نعاود نولي 2018 قبل العيد إن شاء الله. ما تتقلقوش عليا، إن شاء الله نجيكم ساي صوف عزيزتي. سامحوني صافا يا اخي، ما كنتش قصدي راني غلط، سي با لازار صرات. او واش عيطي لغادي؟ حبس سي نوبات
سي نورمال ماكش فاهم شكون انا. دقيقه دقيقه فهمكم زيد باش نعرفكم براحي. هلا وسبي زيد من 2018 يا مسعود وكيلا غلط. رجعت 30,000 للور يا مسعود واش درت 30,000 سنه بالسنه. سي بون انتوما ما تهضروا وما تسمعوا وما تريبونديو غير هكذا كبرتوا ولا اوكي. ريحوا في قصتكم الله يتوبها ان شاء الله. انا ندير الماشينه تاعي ندير وادري وخليكم. ها هو اللي خارج كيما دخلت وبلي ها نساو بلي انا جيت يا اخي. ما ديروش عليا نساو لي شغل كاع ما جيت يا من عاش. ولادي اسمع نحس مقيبس كش ما كاين خالتي واش كاين؟ علاش خالتي؟ عفوا مولاتي مقيدش مقيبس روح عيطوا للبوزلوف قاملو بوزلوف لا بوزلوف. سي بون كابتن ساي هذا باين ساحر وحده الملكه حيه مقيبس ديالهم على بلاش بلي خالتنا تقيبسوا حاجه اديه. مولاتي هذا جاسوس يقول باللي اسمه مسعود وجا من مملكه المستقبل. جيت من الجزائر. وعليك شما قالوا لك؟ اسمك مسعود. اش بيه ضحك؟ اخلص ايها السعلوك حتى واحد ما يقطع الملكة هيدورة ملكة الملوك وعشر المملكات. اسمك هيدورة ملي مات راجلي برق عينه حتى راجل ما دخل الغرفة تاعي ما تحشمش جيبوا لي طاكطاو. مي هذه مريضة هذه هذا كنا نضحكوا كنا نلعبوا واش بيك؟ بعد وليتي واش بيك انتيا؟ اسمعوا نقول لكم حاجة هذه داويوها دوا سبيطار ديت حسين سيروا طفلتكم لازم والله العظيم ولا قطعوا لها ولا رقيوا لها ولا مي هذه اللي ضربها راح. بوزلوف بوزلوف اتيه اتيه اللعنة تاع الملكة حية بدات تخدم لها والمزاج تاعها بدا يطلع. يلا يلا هلا وراك جاي ما نوريش الحبسة كنا نضحكوا دوكا كنا نلعبوا كيف كيف ونضحكوا على زعفتو كان كنا نقصرهم انا خاطري خرجوا عليا خير ما نقطع له راسو. جيبوا هدايا انا خاطري انا ماشي منا انا من 2018 انا عبقري ماشي صحاب جيت من الجزائر. مسكينه خالتي لعنه دايره فيها حاله. يا يا وسمك يا ابو شعوب شكون اللي طايح خشيت بس نهضر معاكم في الحديقه هاد الدنيا ولا حبس نهضر معاك. افتح الباب اسمع انا جيت من 2018 يا ابو شعوب هضر معايا. يا بنا بصح حبس 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 عوايدي وسختهم اطفال يا حقار انا عمري ما دخلت الحبس وش بيك؟ انا حقار وانت سحار على بالك تجي القصر هنا وتجيب الخماج والسحر تاعك واحد ما يفيق بيك. انا جبت السحر انا عفشك واحد ما يدنا الملكة هيدورة واحد ما ينجم يمز شعرة من سكان هاد المملكة ما دامني انا حي. ديرها في بالك مليح. يا ولا راه عمك تخبط عليا الباب تخلعني راه خسر شعرك والله ما تربحها. يا كيفاش خلصت عليا